زي ما انت شفت معايا كابتن ميدو مايكل ليندمان، طبعا هو دايما خفيف الدم كده وفي الهزار مع باقي الجهاز المعاون، وايضا الكابتن حسين عبد الدايم احد القيادات المتعلقه في التدريب والحمل البدني والمران البدني المتميزين جدا، واللي كانت لعيبه كتير جدا حسب معرفتي الشخصيه كانت بتتواجد معاه على فترات طويله خلال الفتره الاخيره، سواء لاعبي النادي الاهلي او حتى باقي اللاعبين في الكره المصريه. اولا انا برحب بمايكل ليندمان، ويلكم داخل، يعني برحب بيه داخل النادي الاهلي، وعايز اعرف انطباعه اولا بعد عودته داخل النادي الاهلي، وشايف وجوده داخل النادي الاهلي ازاي في هذه المرحله يا كابتن حسين. For the second time to Al Ahli and your expectations from everything? Well, it is as if I never left. Everything is the same. The people is a big advantage for me that I know the people, I know the environment. هو مبسوط عشان هو يعرف الناس ويعرف الأجواء كلها. I'm very pleased that I have Hussein as my partner in the fitness because he thinks in the European way like I do. انا مبسوط ان انا معايا حسين في الجهاز عشان بيفكر بطريقه اوروبيه جدا، بطريقه انا بفكر بيها. This made my first week in Ali very easy and we could start right away. سهلت عليا حاجات كتير جدا في اول اسبوع ليا في الاهلي وقدرنا ان احنا نبدا شغل على طول. طيب اولا كابتن حسين، يعني وانت مع مايكل ليندمان، انضمامك للنادي الاهلي وجودك داخل النادي الاهلي، عايز اعرف الفكره ولما اتعرض عليك هذا الموضوع واول اجتماع ليك مع مايكل ليندمان، ايه ابرز الاطروحات او الكلام اللي اتكلمتوا فيه وبدايه العمل في تخصص مهم جدا، تدريب الاحمال او تدريب المعدلات اللياقه البدنيه بالنسبه للاعبين في التوقيت ده كفتره اعداد؟ اول حاجه بصراحه هو قبل ما يجي يبعت لي تواصل معايا وبدانا شغل من قبل ما هو يجي على طول، بدانا نعمل تحاليل للعيبه كلها، نفهم عشان نفهم اللعيبه كلها واقفه فين بدنيا وذهنيا وكل حاجه، وبناء على كل الحاجات دي قدرنا ان احنا نحط خطه تدريبيه لحد ماتش افريقيا ان شاء الله. بالظبط. عايز اعرف برضو من مايكل ليندمان اللي هيعمله الفتره القادمه مع الجهاز الفني واستاد اللاعبين والتعاون بينكم انتوا الاثنين مع بعض، ايه اللي ممكن تقدموه في هذه الجزئيه؟ What's your plan for the coming duration of time with the staff, with the entire staff, and with myself? What are we going to be preparing for the team for the coming time? Well, the first objective was, of course, to get a 0 point for every player, so we have a player profile. زي ما أنا كنت بقول لك، أهم حاجة بالنسبة لنا إن إحنا كنا نعرف اللعيبة كلها فين عشان نعرف نبدأ منين. We did some tests and from there we start to work. عملنا شوية اختبارات وتحاليل ومنها بدأنا شغل. So and for the players who were in Russia, we had contact with them and we made some program for them and we will see them in Croatia and we start to implement them as fast as possible in the group. اللعيبة اللي كانت مع منتخب في روسيا احنا تواصلنا معاهم من اول ماتشات خالص، تواصلنا معاهم وفعلا بدأنا نشتغل معاهم، واللعيبة وصلت من كام يوم وبدأت شغل اوريدي عشان لما يجوا كرواتيا يبقوا جاهزين بدنيا ان هم يقدروا يخشوا معانا بنسبة كويسة. راحة سلبية للدوليين ولا بدأ الشغل البدني معاهم من دلوقتي؟ الناس متوقعة ان هم في راحة سلبية تماما. Did they get a complete rest or did we start working with them right away? I can answer if you want. Yeah. انا ممكن ارد على طول. في لعيبه بدانا شغل معاها على طول وفي لعيبه خدت راحه سلبيه بحيث ان هم تعمل لهم ريكفري كويس ويقدروا ان هم يصفوا ذهنهم عشان يقدروا يخشوا على المعسكر جاهزين بنسبه كويسه. اساله برضو عن اللاعبين اللي كان متواجد معاهم في الفتره السابقه مع مارتن يول، ولما رجع مؤمن زكريا، وليد سليمان، تعامل مع هؤلاء اللاعبين، ايه اللي شايفه اختلف او ايه اللي شايفه اللعيبه دي ممكن تقدمه اكتر كمان خلال الفتره القادمه؟ You've been dealing with a couple of the players when you were here last time with Martin Yol. Some of the players were here, and what do you think about the players? Are they actually improving? Is there more room for their improvement? What are they going to be able to give to Al Ahli in the coming period? Well, first I know the players, of course, and one thing is for sure, they are 2.5 years older now, so that I have to consider because they were the certain age when I was here last time and now they are two to three years older.
اخر مره لما كنت هنا والمره دي الاعمار السنيه معينه، ودي حاجه لازم بنحطها في الحسبان واحنا بنشتغل. مش معناها ان اللعيبه كبيره في السن، بس معناها ان احنا لازم نبقى بنظبط الاحمال بنسبه معينه لكل لعيب ولكل فرد في الفريق، عشان ما نبقاش بنزود الاحمال على لعيبه معينه ولعيبه تانية تبقى بتاخد احمال اقل او زياده. وعشان كده احنا عملنا الاختبارات في الاول عشان نفهم كل لعيب بدنيا فين، وبناء عليها نقدر ان احنا نبدا نبني البرامج للعيبه. But I know the strong points of these players, and I know the weaknesses of these players, and I know the tricks of these players, so that will give me a big advantage. بس انا عندي ميزه ان انا عارف ايجابيات كل لعيب منهم وعارف سلبيات كل لعيب منهم، فدي بتديني حاجه، بتديني اولويه شويه، بتديني ان انا اقدر افهم اللعيبه اكتر واعرف، بتسهل عليا حاجات معينه طبعا. طيب نقطة أخيرة وجزئية مهمة، الموسم ده من أصعب المواسم نتيجة ضغط المباريات، ممكن الأهلي يعني يشارك في جميع البطولات ويلعب ما بين 70 إلى 80 مباراة على مدار الموسم. كناحية فيتنس وناحية بدنية، هيتعامل إزاي مع الملف ده؟ وأكيد هو محضر بداية السيزون لغاية نهايته. He says أهلي plays a lot of games during the season. How are we preparing for that since they're playing around 70 to 80 games per season? Well, in modern football now, it's all about readiness. So they have to be ready for the training, and they have to be ready for the match. So it's a lot of monitoring the players with the equipment that we have, and we look before every training if they're ready, and then we look before the game if they're ready. And yeah, that's all there is. We monitor the players every day and get them as fit as possible for the next match. احنا الكره الحديثه قايمه على جاهزيه اللعيب. احنا هدفنا كله ان اللعيبه تبقى جاهزه بدنيا. بنشوف بنعمل لهم زي اختبارات او تحليلات قبل كل تمرين، قبل كل ماتش، عشان نعرف جاهزيه كل لعيب. هدفنا في الاول وفي الاخر ان اللعيبه تبقى جاهزه بدنيا، فاحنا عندنا زي بروتوكول ماشيين عليه مع بعض. بنشوف جاهزية اللعيبة كلها على مدى الموسم كله، وكل حاجة دلوقتي مبنية على الجاهزية. يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر نجهز اللعيبة بدنيا وذهنيا، وبنعمل لهم الريكفري على أعلى مستوى، ومعانا معدات كتير جدا بنقدر نقيس بيها. دلوقتي الجهاز الفني الجديد طلب وجبنا معدات مختلفة ما كانتش موجودة قبل كده، بحيث ان احنا نقدر نشوف جاهزية اللعيبة وبيطلعوا مجهود قد ايه في التمرين وخلال الماتشات والكلام ده كله. أنا بثقل عليه وعليك يا كابتن حسين، لكن أنا عايز أقول نقطة مهمة. عندما كان متواجد في الفترة الأولى يمكن استحدث أو كان شيء غريب بالنسبة لنا هنا في الإعلام الرياضي في مصر، أن نتعامل مع تحاليل وجينات وشغل زي مثلا تحليل الدي إن إيه، أنه يقدر يبدأ شغل بدني للاعبين من هذه المرحلة. الجزئية دي مهمة في علم الأحمال البدنية وفي علم التدريب البدني؟ عايزني أسأله ولا أرد عليه؟ He's asking about the DNA. Last time you came, you introduced the DNA testing. It was something new to the entire market. He's asking about the importance of stuff like something like that. Well, DNA for me is important because you are born with this profile and you will die with this profile. It doesn't change, and it helps us to know if you are like Usain Bolt or you're like hybrid gorillas, Gabriel Selassie, or in between. And that would help me a lot with the training and also with the nutrition. We can make better plans for them. ال DNA انت بتتولد بجينات معينه، فهي بتقدر تقول لنا هل انت احسن في حاجه معينه او حاجه تانية معينه. بتساعدنا ان احنا في التمرين نبني برامج مبنيه على علم، مش مبنيه على ان احنا بنبني برنامج وخلاص. بتقدر تساعدنا في التمرين وفي التغذيه بتاع اللعيبه عشان الريكفري يزيد واللعيبه تبقى بتبرفورم على اعلى مستوى. كابتن حسين عبد الدام، على المستوى الشخصي بقى، انا اعرف قرب لاعبين كتير جدا منك وكان بيوصل معاك حتى التواصل خلال الفتره الاخيره في مساله التاهيل والاعداد البدني. لما دخلت النادي الاهلي، مين اكتر لعيب في النادي الاهلي انت كنت قريب منه او حتى عارف الحاله الخاصه بلاعبي النادي الاهلي وانت داخل قطاع كبير جدا؟ وانا عارف عبر سنوات طويله جدا ساعات كنا بنقابلك كتير في مدينه نصر، من الناس اللي بتحب يكون متواجده في النادي الاهلي وعاصرت اجيال كتيره في السنوات السابقه. لا، الموضوع مختلف لما بتخش نادي، بيبقى الموضوع مختلف. كل لعيبه في الاخر بتبقى لعيبه فريق. على المستوى الشخصي حاجة ومستوى المهني حاجة تانية خالص. لما بنشتغل مع فرقة بيبقى الشغل مع الفرقة كلها ككل كجماعة. عشان كده احنا لما بدأنا نشتغل عملنا بروفايل لكل لعيب عشان نعرف كل لعيب فين بدنيا، عشان لما نبدي برامج للعيبة يبقى كل لعيب بياخد كل حاجة ممكن ياخدها مننا كجهاز للبدني بتاع اللعيبة. يعني
لا دي حاجة تانية، دي حاجة تانية شخصية كده يعني، أنا بحب النادي الأهلي من زمان فدي حاجة تانية يعني. Mr. Michael Lindemann, last question. What did you say about Hussein? Yeah, he's very bad, but I have to work with him. It was already in the contract. Now he's very good. I met him in my time with Mr. Martignol, and we think alike, and we have the same background. So I'm very pleased. لا لا انا عارف ان هو بيهرج على طول. هو بيقول ان انا احنا اتقابلنا لما الفتره اللي فاتت لما هو كان هنا مع مارتينيول، هو مبسوط عشان احنا بنفكر زي بعض جدا في شغلنا كله، فدي حاجه بتسهل عليه حاجات كتير، ودي حاجه هو مبسوط بيها ان احنا نقدر نشتغل كتيم مع بعض عشان نطور من الفريق والبدني بتاع الفريق ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا على هذا اللقاء وهذا الحوار، وحوار مهم لان هذا الجزء التخصصي احنا بنتكلم فيه عشان الجمهور يبقى عارف الطبيعه البدنيه، لان الجزء الفني جزء مهم لكن الجزء الاحمال البدنيه والاعداد البدني مهم جدا لمدار الموسم. شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. كابتن ميدو يا